هيدا رأيي، كل سبت الساعة 10:30 الصبح وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا جنان مرهج على راديو تموز. هيدا رأيي، موسيقى ثائر سمرة. مرحبا. أول مرة سمعت فيها كلمة يزيدي كانت لما صادق ابني الشاب النازح من سوريا حبيب. حبيبه وأسرته يزيديين أو إيزيديين، ولما سألت شو يعني يزيدي لم يكن هناك جواب شافي. اللي قال طائفة بتشبه المسيحيين أكثر، واللي قال بتشبه المسلمين أكثر، واللي قال فيهم غموض الدروز، واللي قال ما عندهم كتاب أو عبدة شيطان. ما علينا، اللي ما بيعرف بيقول كف عدس. حبيبه وأسرته كانوا من ألطف وأطيب الناس. تاني مرة بصادف اليزيديين كانت بمخيم لاجئين، لما قالت لي نادية إنها صارت قادرة تقول إنها إيزيدية هلأ. قبل بسوريا قالت مكان يتسجل ديننا وغير معترف فيه ومنخاف نحكي عنه. ولكن حين أصبح سفيان وزينة جيراني تعرفت على اليزيديين أكثر، ودينهم اللي بيعبد إليه واحد، وعاداتهم البسيطة وإنسانيتهم العالية، وعشرات المجازر الجماعية اللي تعرضوا لها للقضاء على وجودهم تماماً. لست بوارد شرح الدين اليزيدي كما يفعل صديقي سفيان بكل شغف وإيمان. الألف منهم لجأوا لألمانيا حيث للإنسان والفرد قيمة وحرية معتقد. ولكن نادية مراد من قرية كوجو بسفح جبل سنجار نقلت قضية اليزيديين للعالم لما نالت جائزة نوبل للسلام من سنتين. نادية بدأت المسيرة وصديق سفيان وأمثاله عم بيكملوا المشوار. نادية ناجي من الأسر على يد التنظيم الإرهابي داعش. حكيت قصتها المؤلمة في كتاب اسمه الفتاة الأخيرة، قصتي مع الأسر ومعركتي ضد تنظيم داعش. قدمت للكتاب محامية نادية ما غير أمل كلوني اللبنانية زوجة جورج كلوني. بتحكي نادية كيف قتل إرهابيو التنظيم الرجال وأخذوا النساء سبايا، بيعون واشترون في سوق نخاسة، قدمون هدايا للمحاربين. يدخل الرجال يختاروهن كمن يختار بضاعة في السوق، وتروي لحظات الرعب كنا نمسك ببعضنا البعض كما لو كنا شخصا واحدا. ولفت الصراع نظر حارس جاء لمديد العون، فراح يضرب أيدينا بعصا حتى تفوق الوجع على طاقتنا. بتقول تم جمع خطة السبايا في كتيب أصدرته هيئة الإفتاء والقضاء في داعش، وهذا أمر مقيت حقا. تقول أحلم باليوم الذي أسوق فيه المسلحين كلهم أمام العدالة. كل رجل أطلق رصاصة ودفع بأجساد إخوتي إلى مقابرهم الجماعية. وقال لها أول رجل سباها: تعلمين أن الإيزيديين كفار؟ الله يريدنا أن نجعلكم تعتنقون الإسلام، وإن لم نستطع ذلك فيمكننا فعل ما نشاء بكم. للأسف الإرهابيين فهمين الدين غلط. تفاصيل محزنة لرواية موجعة لشعب عين الأمرين فقط لأنه مختلف، وجرح العراق بعده عم ينزف. كتير من الفتيات الإيزيديات قدروا يهربوا من خلال قصص شجاعة مثل الأفلام. وقرى الإيزيديين استقبلوا النساء العائدات من الأسر والسبي استقبال الفاتحين بالورود والمحبة، ما يكسر بقوة وإنسانية عالية صورة المغتصبة المذنبة. كارول سميحة غنت: انت مين انا ما بسأل، لكن حزنك قال لي مين، ولا بعرف اي لون واي دين، بعرف انك خيي خيي بالانسانية. بس نصير نفكر هيك منصير شعوب السلام. انا جنان مرهج وهيدا رأيي. هيدا رأيي، كل سبت الساعة 10:30 الصبح وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا جنان مرهج على راديو تموز. هيدا رأيي، موسيقى ثائر سمرة.